مش بقول لك سوقك زباله. ايوه ما قولك فيما هو منسوب اليك من اتخاذ شركه السياحه المملوكه ليكوا بالشراكه مع الغير كستار للتردد على عده دول وعقد صفقات سلاح؟ الشركه مسيطره لاي حاجه، كلها كانت سفريات شغل، كنا بنتفق على تسويق برامج سياحيه، اما تجاره السلاح انا ماليش علاقه بيها. لكن البيان الوارد من غرفه السياحه بيقول ان الشركه ما كانش ليها اي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا باحضار افواج سياحيه للبلاد. والله ده طبيعي، احنا لسه في بدايه النشاط، واي شركه جديده اكيد ما بيجيلهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب اليك من تلقيك معلومات ضروريه بالتنفيذ وتفجير الكنيسه قبل الحادث بساعات؟ انا مش عارف سعادتك بتجيب الكلام ده منين. من مكالمه الصوت اللي اتسجلت لك وانت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمه صوت؟ انهي مكالمه صوت؟ اللي اتقال لك فيها احنا من امتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي لأن عارف أنت إيه، وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر، وأنت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلاً، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني. هتلاقي إن هي مالهاش أي علاقة بالحادثة. هتلاقي كانت في مشكلة في الشركة. غير لو سعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد ان يوجه لك اوامر بالاسلوب الحاد ده بخصوص الشركه اللي انت مالكها؟ هنعمل ايه بقى في العشرة؟ راجل كبير قد والدي وخيره بغرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتانوني. مين؟ اسمه نبيل بتانوني، عايش بين مصر وايطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عمليه زي دي اكيد عنده مليون طريقه، مستحيل تكون مكالمه تليفون واحده منهم. مش كده ولا ايه؟ أنا كده بتحاصر يا أشرف وبتفرج على نفسي. إيه ده يا جمال؟ إيه ده إيه؟ إيه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ هو أنت تعرف وما قلتليش؟ أنا ما رضيتش أضايق يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها أصلاً. مسربة. أيوه جت منين؟ اتذاعت إمبارح في برنامج. ليلى برضه ها؟ وفي غيرها؟ أنا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. بتفكر في إيه؟ إديني تليفونك. الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل. احفظ اسمه كويس، مش هسجله لك، كلمه وطمنه عليا وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي، لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه، بس اللي انا سمعته ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو. المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج، ورقة اللجوء السياسي اللي كانت حاميه اترمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، مطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعه، من الاخر كده نظامه اللي باعه هيبقى ثمنه من هناك. عادي مش جديده. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن باسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عمليه زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمه دي. عارف لما كنت قلتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بوبو مالك فيه؟ ببص الحركة زي دي كده وافكر، يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب، وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا ظهرك لسه مسنود. أنا فتحي بوب مسجل سيطرة وفرض نفوذ. ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجة. بس ممكن في أي وقت ظهر ده يتقطم وتسلم. مش كده يا صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوب، أنا من ساعة ما عرفتك وأنت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك. كل جواك ده ممكن يبقى صح. ويحصل لك أكتر منه كمان. بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم، تتمسح خالص. تدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا.
سبوب اللي عايزك تتأكد منه حاجة واحدة بس، ممكن أي حد في الدنيا يعملها معاك إلا أنا بوبو. أيوة يا جميل جبريل، اعمل بس اللي بقولك عليه يا أشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز ندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح، إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقت الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء، ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة. الحقيقة؟ اللي هو ده هنا ودلوقتي صح؟ أنا مستعد، ما عنديش مشاكل. لأني خلاص ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليكي. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما تعرفش بسبب الجرى ليه. وأنت ما تعرفيش بسبب الجرى ليه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك مرقتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وأم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكرة إني أكتر واحدة ساذجة في الدنيا، طلع في غيري. متصور إني هسمعه؟ لا وإيه؟ هصدقه كمان. ليلى شش، إحنا ما نعرفش بعض علشان أسمع منك أي كلمة. ده حضرتك تفتكر المكالمة دي متفبركة فعلاً؟ ممكن، ليه لأ؟ أمال حضرتك ذكرتها في التحقيق ليه؟ أنا مش هاخدها دليل إدانة يا عماد. كل الحكاية بهز أعصابه علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفة بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعة. دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفبركة ولا لأ. روق بقى. ليش ابوك يشوفك كده؟ ابويا جمال ايه